يدفع الأطفال في غزة الثمن الأكبر للعدوان الإسرائيلي والحصار المتواصل لأكثر من 175 يوما، ما يفاقم من حجم المعاناة الإنسانية داخل القطاع. وفي إحدى مخيمات النازحين أوضحت الأمهات الفلسطينيات أن الاحتلال يستنزف طفولة أبنائهن. استنزاف البراءة، هكذا عكف الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 175 يوما متواصلا على قتل كل ما يبث الابتسامة في نفس سكان غزة، وتحديدا الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر لتداعيات العدوان والحصار الإسرائيلي. الناجون من الأطفال في إحدى خيام غزة يحاولون في رقعة صغيرة من الأرض على الرمل والحصى أن يسترجعوا ما تبقى من طفولتهم المسلوبة رغم مرارة العيش والظروف التي تواجهها أجسادهم الضئيلة. من جانبهن أكدت الأمهات أن الحياة في مخيمات النزوح تقتل براءة الأطفال الذين لم يعودوا قادرين على تذكر كيف كانت الحياة قبل العدوان على غزة. نعطيهم الورقة والدفتر مثلا والقلم، نقولهم اكتبوا ارسموا، برسموناش إلا غير الدبابة، الصاروخ، الطيارات، نقولهم ارسموا حاجة حلوة، ورد أو إشي، شوفوش الحاجات هذه مثلا، الحياة اللي كنا عايشينها، الشجر، الحياة الطبيعية مثلا. لا طعام ولا نوم في مخيم لا يصلح للحياة، هكذا وصفت الأمهات حالهن مع أطفالهن الذين يواجهون أحلك أيام حياتهم. كانت في حياة عايشة، اليوم الروتين، الطفل بدناش نحكي عن القصف والحرب والخوف والفزع واللي من مكان لمكان نجري فيه، نحكي احنا لما بيصحى الصبح الطفل بس بيفكر كيف يجيب مية، صار يفكر كيف يروح يجيب مية، اللي مية جاية انا اعبي مية، بس هيك تفكير الطفل. طب بدي يلعب ما بيلاقيش اصلا ايش فيش يلعب، احنا في مخيم اصلا لا يصلح للحياة، بدك تلاقي وسائل ترفيه عشان يلعب. اليوم اسأله عن القذائف والدبابات بجاوبك، بيقول لك هذه الطيارة F-16، أما اسأله ايش كان عايش نسي الطفل. اليوم احنا بنحاول نطلعهم من الجو، هم هذي بنجيب لهم دفاتر بنقول لهم لونه اكتبوا، ما بيرتاش الطفل لأن هذا كله نسيه، ما بيقعدش أصلا لأنه احنا مش في بيئة زي بيتنا مسكر علينا يقعد الطفل، لا أكل ولا نوم ولا حياة. صغار لم يقبلوا على الحياة بعد ليشاهدوا أسوأ ما فيها من انفجارات ونيران ودخان بأصداء ترهق أرواحهم الصغيرة قبل آذانهم. أطفال كل ذنبهم أنهم ولدوا في غزة ليواجهوا ويلات العدوان ومرارة الفقدان ومأساة الحصار.